الخير عليكم جميعا. يا حاسدين عليكم من خوف قلبي عليكم، حياتنا مو بديكم مكتوب عشنا وشفنا. والله 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 وتحقق خدام مهرجان دبي للتسوق، هالمدينة اللي غنت لها دبي كوكب من آخر، صار نشيد لهالمدينة. يا كل هالعالم، يعني هذه بلدي الثاني الإمارات ودبي. دبي دانت الدنيا لها 25 سنة، دبي كوكب آخر، بعدها كوكب آخر، والقادم أجمل إن شاء الله. شو وعد الجمهور اليوم بهالليلة؟ إن شاء الله نغني لهم الأغاني اللي يحبونها بإذن الله، وتكون ليلة إن شاء الله مميزة، ودائما ليالي دبي مميزة. والقلب للغالي والقلب للغالي من بعد فراق يشتاق. من أروع الحفلات اللي شاركت بها صراحة، سعيد جدا بتواجد هذا الجمهور الرائع والجميل. يسعدني اليوم مع أخوي راشد ماجد إنه أختتم هذا المهرجان. مش حتغنوا سوا اليوم؟ يعني على أساس، لكن الوقت ما ساعد. وإذا بتعد يا هلا بالي شو أسوي له؟ مشكلني حبك من ألحان حسين الجسمي، ممكن نشوف تعامل جديد أنت وياه بعد بإذن الله. معك تريو الرياض بكذا فنان من الفنانين العرب. أنا والأستاذ الكبير طبعا محمد عبدو، مع أصيل أبو بكر، مع علي بن محمد، مع أصالة. مين أكثر حدا كنت حابب تحضره من بين الموجودين؟ كلهم خير وبركة الصراحة، كنت أتمنى أنه أغني معهم كلهم يعني، لكن يحتاج لنا وقت طويل جدا. مكرم بجوي أورد سألوا لنا بس ما حضرت إلى الآن. والله عندي وحكة صحية وباين على صوتي، بس طبعا الجمهور يستاهل وهم اللي بيغنون لليوم.